تعبت شرب ما عرفتش بين الزبلة صباح الحانوت خاوية صباح لا ذهب لا عادي لا والو. واش أقول لك داو الحانوت كاملة ما خلاو حتى شي حاجة. جاو جهاد السطح وهو دوكو السكنة والسكنة خدمو على خاطرو هذيك شي متواقينة بالأجهزة ما كيتشارجاوش حتى بالضو على أساس السيارات. أنا جيت شفت هاد السيد مع 11 ونص فتح باب تشرب ما عرفتش بين السبلة صباح الحانوت خاوية صباح لا ذهب لا عادي لا والو. عيطنا رجال الأمن جاو خلطو هنايا جاو وكيل الدولة وشافوا شنو كاين وهادي جبروا شي واحد دخل لهم من باب العمارة حفر الحيط. يعني كان داكشي محفور داكشي محفور معدل ما شفناهش حنا بعينا بحق اللي قالوا رجال الأمن تما قالك بعنا محفور داكشي. شحال تقريبا واش نقول لك راه داو الحانوت كامله ما خلاو له حتى شي حاجه شحال دير الفلوس الهضره اللي دايره كيقول لك 700 فوق فهمتيني اه وعاد شي فلوس كانوا عنده قال لك في كاخا ولا هادي من شاف داك الشيء شنو اه واش نقول الحاج كنعرفوه ما عنده العيب مع حتى شي واحد الحاج الله عمر سلع لنا كاملين بهم لا بالعياده ديالو لا باي حاجه كاملين بهم كلشي اللي تهضر معاه مدخم الحوارز مدخم كيعمل خير في الناس فهمتي كاين كاميرا هنايا قال كاميرا هادو تابع على حساب الولايه دابا عادي يعملوا اجراءات رجال الامن يشوفوا شنو كاين يعني عمره وقع شي سرقه لا بحال هادي كبيره وقعت وقيلا في 2005 هذيك قصه المكسيك اللي كانت تسرقات كامله صافي اما هنايا لا كيكون كاين العساس الليل حق العساس الليل دابا عساس على برا ماشي عساس الداخل دابا الناس هادو اللي جاو سرقوا راه جلسوا فهمتيني راه عملوا واحد السرقة راه مرتاحين ماشي يعني غادي تنقلوا من ديك الباب الطويلة دابا الباب هادي دابا مشدود حتى هاد السيد هذا اللي هادي الدار اليهودي واحد خانا في الانجليز اما العساس كيجي سيمانة سيمانة كيسيقها كيمشي في حاله صافي هادشي اللي عارفين اما الدار هادي ما تخرجوش منها ما فيهاش شي لا ما فيهاش هادي مسكونة شي كاملة كاملة مشدودة كاينه الدخله هادي تاع العماره هادي ما عندهاش العساس ماشي كياخذ وقت وكياخذ وقت ضروري الحق دابا كيفاش ما عرفناش احنا في واش حفرات هادي اما الليله الاولى ما تقدرش تحفر في واحد الليله ما تحفرات وقت شحال يعني كيقولوا والناس اللي كيقولوا فايته سيمانه كتحفر هادي الحق ما يمكنش ما نشوفوا حنا يشوفوا ديك الحفره باقي ما شفناها شي قداش لا كتقدر تكون في نهار تقدر تكون هادي كاين ناس دابا الناس كتفطر كتنعس دابا الناس هاد العماره ساكنين الناس كبارين والناس كاملين الله يعمر السلعه ما واخا هما سالوهم رجال الامن قالوا لهم اللي كاين اللي كاين ما سمعوشي والعساس ديال الليل كاين هنايا كيعس في هاد العماره هادي ديال التشين هذا كيعس على برا فهمتي هو هادشي كيوقع من الداخل من الداخل راه بنادم ما سمعتلوش فهمتي اللي قالوا لنا بان حتى البصمات ديالهم وداك الشيء هما عندهم باقي ما عطاوش النتيجه دابا عادي رجعوا ما جابوا صافيك هنا عادي رجعوا يشوفوا شنو كاين الولد ديالو باقي هنايا والحاج جاود معاه فاش السكان ديال الحي هذا كيفاش كانت رد الفعل؟ ايوا اش نقول كيف كانت رد الفعل كلشي مصدوم هنا قول لي جات واحد السيد جات واحد السيد اللي الله يعمر سلعه الناس كامله هنا كتشهد فيه فهمتي ماشي زعما ماشي انا كنجاملو كلشي اللي ساق سيسي هم سمعنا حتى الهضره ديالو حتى الصداع ديالو ولا تزبل في شي واحد دائما كلمه طيبه معنا فهمتي مع كلشي ويعيط لنا ويعاوننا اجي وليدي اجي هادي هم سمعنا منه شي حاجه للعيب هادشي اللي كاين ودعوه بهم الله ما هو مني جا شفتو انا الصدمه ديالو ما قدرتش حتى يدخل المحل كيفاش كانت جلست تما قبلت المحل ديالو ما قدرتش يدخل المحل لان ما يقدرش الراجل واعي خصو البصمات ديالو ما يتخلطوش مع البصمات اللي حاده تما مثلا معاه هو دائما هو وكيخدم دائما هو وولده فهمتي كيسالي كيجمع ديك السلعه كامله حقا انا تصدمت كيفاش هاد النوع السرقه محترفه زعما صراحه محترفه المشكله ماشي في هاد التقدير المشكله ديال واش السلعه ديالو واش السلعه كيحطوا عنده الصناع كيحطوا عنده واش هو كيبيع يعني الله يخرج له الله يخرج عقبه بخير بالنسبه لهذا الناحيه. حسينك الجار ديالك كيفاش كانت رده الفعل ديالك؟ كاش كيلو؟ الجار ديالي انا لا يوقع له يقدر يوقع لي حتى انا. انا بيدي مثلا يقدر يغامر عليك على 100 فرنك يقدر يغامر عليك شي واحد دابا فهمتي؟ هو انا كنخلي لاكيس مثلا فندق كيس 100 فرنك.
وكان خدم مثلا بوحديتي مع مهبط الريدو الا دخلوا عليا جوج راه يخدموني على خاطرهم فهمتيني وديك شي ديك شي هاد السرقه هذه محترفه واللي يعمل لونكيت في هاد الشيء خصو يكون محترف محترف ان نشوف انا نشوف دابا غير الاجهزه مثلا مثلا مع الارما ما غوتت الكاميرا ما سجلت المخزن اش كيقولوا لك عامل الكاميرا ديالو قال لي ما عاد خدامه ما عاد ما خداماش وتيخصو ما حد الدب في العالم باسريره بحال فهمتي المحل كيكون دائما شويش ديال كهرومغناطيس داخل شويه ديال بحال دابا مثلا انا انفيرس شفتها في حياتي بحال اللي دخلت شي عالم اخر خاص بيع وشراء الدب معروف دخول وخروج ولكن انت محدي مسجل كلشي اللي شفت انا جاو من جهه السطح وهودوا في السكنه والسكنه خدموا على خاطرهم هذيك شي واقيله بالاجهزه ما كيتشارجاوش حتى بالضو فهمتيني ديك شي اجهزه كيجيو عوالي بحال كيقولوا عوالي راه الذهب هذا راه الذهب الجرام شحال كيعمل انا ما كنعرفش حتى شحال كيعمل نكرام 300 درهم واقيله ولا 500 درهم نكرام. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.